بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، سوف نبدأ بالوحدة الثانية، المواقع الأثرية في قطر. عنوان درسنا لهذا اليوم: الحضارات، المواقع الأثرية في دولة قطر. أهداف درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس يكون قادرا على أن يعرف الحضارات القديمة في قطر. ثانيا، يعدد المواقع الأثرية القديمة في قطر. ثالثا، يعرف المواقع الأثرية الحديثة في قطر. الآن عزيزي الطالب، تعال معي لنتعرف على حضارات القديمة في قطر. العصر والفترة التاريخية. أول هذه العصور هي العصر العبيدي، ثاني العصور هي العصر البرونزي، ثالث عصر هي عصر الكاشين، ورابع عصر هو عصر الإغريق والرومان، وخامسا هو عصر الساسانيين. عزيز الطالب، سوف نرتب العصور الزمنية التي مرت بها قطر باستخدام الخط الزمني كما موضح أدناه. أول هذه العصور هي العصر العبيدي والعصر البرونزي قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وعندنا قبل 2000 سنة قبل الميلاد هو العصر الكاشين وعصر الأغريق والرومان من 324 إلى 140 قبل الميلاد، وعصر الساسانيين أيضا من 226 إلى 651 قبل الميلاد. إذن هذه هي العصور الزمنية التي مرت بها قطر وتعرفنا عليها من خلال استخدام الخط الزمني، وهي العصر العبيدي، العصر البرونزي، العصر الكاشين، عصر الأغريق والرومان، وعصر الساسانيين. نتعرف عزيزي الطالب الآن على المظاهر الحضارية لتاريخ قطر في العصور القديمة. أولا، استقر الإنسان في قطر منذ العصر الحجري الحديث في تجمعات بشرية على الساحل القطري. ب. برع أهل قطر قديما في حرفتي الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك وتجفيفها. ج. صنع أهل قطر الأواني الفخارية والأسلحة البدائية كالرماح والفؤوس. د. اشتغل أهل قطر بالتجارة مع المناطق المجاورة، وكانت قطر وسيطا تجاريا هاما. إذن هذه أهم المظاهر الحضارية لتاريخ قطر في العصور القديمة. والآن عزيز الطالب، سوف نتعرف معا على المواقع الأثرية في قطر.
إذن هناك نوعان من المواقع الأثرية، هي المواقع الأثرية القديمة والمواقع الأثرية الحديثة. من المواقع الأثرية القديمة هي موقع عسيلة وموقع رأس أبروق، مدافن تلال الخور، وموقع لوسيل، وموقع قلعة مروب. إذن هذه المواقع الأثرية القديمة: موقع عسيلة، موقع رأس بروق، مدافن تلال الخور، موقع لوسيل، وموقع قلعة مروب. نأتي الآن إلى المواقع الأثرية الحديثة، هي قلعة الزبارة، قلعة الوجبة، حصن الغوير، وعندنا قلعة الكوت. إذن هذه هي المواقع الأثرية الحديثة. كما في الخارطة التي أمامك، هناك المواقع الأثرية القديمة والمواقع الأثرية الحديثة. عزيزي الطالب، نتعرف الآن بشكل واضح على أهم المواقع القديمة في قطر. إذن المواقع القديمة في قطر هي المواقع الأثرية، هذه بمدينة الزبارة شمال قطر، وهذه أيضا المواقع الأثرية في منطقة شمال أم صلال، وهذه هي المواقع الأثرية شمال غرب قطر. شمال غرب قطر. من خلال دراستنا في المواقع الأثرية القديمة، نتعرف الآن على أهم المواقع الحديثة في قطر. من هذه المواقع الأثرية الحديثة هي قلعة الزبارة كما مبين أدناه، قلعة الوجبة، قلعة الكوت، وبرج برزان أيضا تعتبر من المواقع الحديثة في قطر. والآن أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.